هذا المؤتمر الصحفي للمتحدث الرسمي باسم قيادة القوات المشتركة التابعة للتحالف العربي في اليمن. تقرير من الخبراء المعنيين باليمن، وصدر التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. قيادة القوات المشتركة للتحالف ترفض ما ورد في التقرير لاحتوائه على كثير من المغالطات وكذلك المعلومات الغير صحيحة. صدر بيان من قيادة القوات المشتركة في هذا الجانب. بإذن الله تعالى سوف يكون هناك مراجعة قانونية من خلال الإدارة القانونية بالتحالف، وسيتم الرد من خلال القنوات الرسمية لمجلس حقوق الإنسان. أيضا نرحب بموقف الحكومة اليمنية في هذا الجانب وما أوضحته على لسان معالي وزير الخارجية اليمني من عدم القبول بما ورد في التقرير واحتواء على كثير من المغالطات والمعلومات الغير صحيحة وكذلك الاستنتاجات والتي بنيت على فرضيات. الفريق المشترك لتقييم الحوادث أعلن النتائج الخاصة بادعاء حادثة صعدة. بداية في هذا الجانب، قيادة القوات المشتركة للتحالف تعبر عن أسفها وتعبر عن تعاطفها وتقدم التعازي لهذه الضحايا في هذا الحادث، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. قيادة القوات المشتركة وكما أعلنا نقبل بالتحقيقات التي توصل إليها الفريق المشترك لتقييم الحوادث والتي نصت على مشروعية الهدف العسكري المشروع وتحقيقه لميزة عسكرية، ولكن مع خطأ في التوقيت. هناك بعض الإجراءات سيتم العمل بإذن الله تعالى في البدء فيها في ثلاثة محاور أو ثلاث مجالات. المجال الأول المجال القانوني، كذلك المجال العملياتي والمجال الإنساني. في الجانب القانوني، الإدارة القانونية حال استلام التحقيقات التي وردت من الفريق المشترك لتقييم الحوادث سيتم بإذن الله تعالى البدء في إجراءات محاسبة كل من ثبت وجود أخطاء لهم في هذه العملية. في الجانب العملياتي سيتم مراجعة قواعد الاشتباك، وسنعمل على تطوير قواعد الاشتباك لتفادي أي حوادث في المستقبل ضمن العمليات العسكرية. في الجانب الإنساني سيتم تكليف اللجنة المشتركة بتقديم التعويضات لأهالي وأقارب الضحايا في هذا الحادث بإذن الله تعالى. اللجنة المشتركة لمنح المساعدات الطوعية للمضررين في اليمن أصدرت بيان. هناك آلية تم الاتفاق عليها ما بين قيادة القوات المشتركة للتحالف وكذلك اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. هناك بعض الحوادث والتي تم استكمال كافة الإجراءات وكافة المتطلبات من الحكومة اليمنية الشرعية، وأذكر على سبيل المثال بئر بيت سعدان في أرحب، وهو أحد الحوادث التي تم الإعلان عنها من الفريق المشترك تقييم الحوادث. كذلك حادثة مستشفى عبس اكتملت كافة الأوراق في هذا الجانب من الحكومة اليمنية الشرعية، وسيتم بإذن الله تعالى تقديم التعويضات لأهالي الضحايا والأضرار الجانبية في هذه الحوادث. في الجانب الإنساني، المنافذ الإغاثية لليمن الجوية، البحرية، البرية تعمل بكافة الطاقة الاستيعابية. التصاريح الجوية، البرية، البحرية الممنوحة منذ بداية العمليات العسكرية حتى الآن، وكذلك أوامر عدم الاستهداف لتحرك المنظمات الأممية والغير حكومية في الداخل اليمني 13519. التصاريح الكلية كما تشاهدون أمامكم 30168. السفن المتواجدة في ميناء الحديدة، عدد 5 سفن موجودة تحمل المواد الغذائية. ما زال التحالف يقدم كافة التسهيلات ومن خلال العمل مع منظمة الأنفم في جيبوتي بتقديم كافة التصاريح التي ترد إلى قيادة القوات المشتركة للتحالف. المطارات الجوية، العدد 7 مطارات في الداخل اليمني خلال الفترة 127 رحلة. عدد الركاب الذين تم نقلهم 5604. في الموانئ البحرية أو المنافذ البرية عفواً، عدد تصاريح 5 لعدد 5 منافذ. في الموانئ البحرية لعدد 10 موانئ سواء كان خاضع لسيطرة الحكومة الشرعية أو الانقلابيين تم إعطاء عدد 26 تصريح. الكميات كما تشاهدونها أمامكم بالنسبة للسفن المتوجهة إلى الموانئ اليمنية. السفن التجارية المتواجدة حالياً في الموانئ اليمنية في الحديدة والصليف عدد 7 سفن، المجموع الكلي عدد 22 سفينة. السفن المتواجدة في منطقة رمي المخطاف، الحديدة 8، الصليف عدد 72، المجموع الكلي 48.
تشاهدون بعض الصور لتدفق المساعدات الإنسانية ضمن العمليات أو ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن. نتطرق إلى موقف العمليات في الداخل اليمني. تواصل قوات الجيش الوطني اليمني بدعم قوات التحالف في التقدم على كافة المحاور، حيث أثمر الزخم العمليات الهجومية على عدد من المحاور وأهمها محور جبهة صاعدة من الشمال والحديدة من الجنوب، إحداث الانهيار الميليشيات الحوثية التابعة لإيران، ومن أهم الإنجازات ما يلي: في صاعدة، قوات الجيش الوطني المدعومة من التحالف العربي تواصل عملياتها ويتم تطهير الجبادي. قوات الجيش الوطني مدعوم من التحالف سيطرتها على تقاطع شمال جبل السواس وجار السيطرة عليه بالكامل. تم تأمين مديرية الفرع الصوح وكذلك العطفين وإعادة السكان إليها، وتعمل القوات على تضييق الخناق على صعدة. في حجة، سيطر الجيش الوطني مدعوما من التحالف على الطريق الدولي ما بين المزرق وحرض، وتم قطع طريق الإمداد الحوثي بين محافظتي حجة وصعدة على الطريق الدولي. وبناء على ما حققته قواتنا في الفترة الماضية بالسيطرة على أهم الهيئات الطبيعية الحاكمة كسلسلة جبال أبو النار الاستراتيجية، تقوم قوات الجيش الوطني مدعوم من التحالف بالتقدم لتأمين المديريات الرئيسية في محافظة حجة، حرب، عاهم، حيران. في الحديدة، لا زالت قوات الجيش الوطني وبدعم من التحالف تطوق قرية الدريهمي من الشمال والشرق والغرب. في الجوف، اشتباكات رميات مستمرة مع الميليشيات الحوثية على طول خط المواجهة. في محور العند، جبهة كرش، تنفيذ عمليات هجومية وتمكن خلالها الجيش الوطني من السيطرة على جبل العصيدة ومرتفع الحمراء. في محور تعز، جبهة حيفان. إذن كان هذا جانب المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركيا المالكي، متحدثا عن آخر التطورات في اليمن وأيضا الوضع الإنساني والعسكري هناك. شن الجيش الوطني اليمني مدعوما بقوات التحالف العربي هجوما مباغتا في محور كتاف في محافظة صعدة. وقال مراسلنا أن الجيش نجح خلال هذه العملية في السيطرة على جبال مسائل وجبال رصيفة والطريق الدولي باتجاه أم الرياح في محور كتاف صعدة. لمزيد من المعلومات نعود إلى المؤتمر الصحفي للتحالف العربي في اليمن مباشرة من الرياض. عدد الصواريخ البالستية التي تم إطلاقها خلال الفترة عدد 3 صواريخ، كما تلاحظون في يوم 18/12/1439 تم إطلاق صاروخ من عمران سقط داخل الأراضي اليمنية، وهنا تكمن إشكالية سقوط الصواريخ البالستية بالداخل اليمني. هناك أعيان مدنية، هناك مزارع، وهناك مدن، وهناك قرى. في حال سقوط مثل هذه الصواريخ البالستية قد يكون في بعض الحوادث لا سمح الله، وقد تلحق أضرار بالمدنيين، وتم الإعلان عن ذلك سابقا في مرات كثيرة في محافظة صعدة وفي صنعاء. تلاحظون أمامكم على الإنفوغرافيك عدد الصواريخ البالستية التي تم إطلاقها منذ بداية العمليات العسكرية حتى الآن. نستعرض معكم بعض الاستهدافات خلال الفترة وبعض الانتهاكات. تلاحظون أمامكم الميليشيا الحوثية تقوم بانتهاك القانون الدولي الإنساني باستخدام الأعيان المدنية. ما تشاهدونه أمامكم هو إحدى المدارس في محافظة تعز. تقوم الميليشيات الحوثية باستخدام المدرسة ونقل بعض العربات والتي تحمل الأسلحة إلى داخل المدرسة لتفادي الاستهداف من قوات التحالف. تشاهدون أمامكم هذه هي المدرسة وهذه الميليشيات الحوثية، ومراقبة مستمرة من منظومات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. كان هناك استهداف من الميليشيات الحوثية على القنوات التابعة لإعلام الميليشيا الحوثية. كان هناك بيان صادر من البرنامج الأغذية العالمي حول استهداف إحدى الناقلات والتي تقوم بنقل المواد الغذائية إلى الدريهمي. انتهاك واضح وصريح القانون الدولي والإنساني. للأسف الشديد كان البيان يعبر عن عدم معرفة مصدر إطلاق هذه الصواريخ، وهو كان صاروخ كورنيت أطلق باتجاه الشاحنة. تلاحظون الصور وكذلك تلاحظون في الفيديو أمامكم الإعلام الحربي للميليشيا الحوثي يتبنى استهداف هذه الشاحنة في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي والإنساني. عملية استهداف الميليشيات الحوثية للشاحنة. الله أكبر. أعتقد أنه الآن تمت الإجابة على تساؤل برنامج الأغذية العالمي من خلال ما تم عرضه في الفيديو. أيضا وخلال الفترة الماضية
تقوم الميليشيات الحوثية بتجارة المخدرات، الأجهزة الأمنية وبدعم من قوات التحالف تقدم في هذا الجانب الكثير من الجهود. ما تشاهدونه أمامكم إحصائية لبعض شحنات الغير مشروعة والتي حاولت الميليشيات الحوثية تهريبها إلى داخل العاصمة صنعاء. تشاهدون الكميات أمامكم للمخدرات، أيضا تشاهدون بعض الصور. الصور التي أمامكم موجود عليها علامة لوجو وسجل عليها مجلس شباب بيروت، وهذا يوضح العلاقة ما بين الميليشيات الحوثية وكذلك حزب الله اللبناني الإرهابي في محاولة لإيجاد مصادر لتمويل العمليات العسكرية. أيضا أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية الوسطى عن إيقاف إحدى الشحنات الغير مشروعة في خليج عدن ومصادرة أكثر من 1000 قطعة سلاح من الأسلحة الخفيفة في محاولة من الميليشيات الحوثية لانتهاك القرار 2216. يجري متابعة ما تم قبضه ونعمل مع الأصدقاء في تنسيق الجهود في هذا الجانب، وستستمر جهود التحالف وكذلك الدول الصديقة في منع تهريب الأسلحة إلى الداخل اليمني. إذن كان هذا ملخصا للتطورات في اليمن من الجانب الإنساني والجانب العسكري، تعرض لها طبعا المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي، مذكرا بقبول التحالف العربي بجميع النتائج التي خلصت لها لجنة التحقيق التابعة للحوادث في اليمن. قال مراسلنا في